اعترفت المترجمة العسكرية الأمريكية واللبنانية الأصل يوم الجمعة بأنها مذيبة لإفشاء معلومات سرية لمواطن لبناني يشتبه في علاقته بحزب الله اللبناني. واعترفت مريم طه تومسون 63 عاماً التي عملت مترجماً متعاقداً مع الجيش الأمريكي منذ عام 2006 إلى عام 2020 بالذنب في تقديم معلومات أمنية لمساعدة حكومة أجنبية وفقاً لما أوردته وكالة VOA الأمريكية. وسوف تواجه المتهمة العقوبة القصوى وهي التوقيف مدى الحياة، ومن المقرر النطق بالحكم في 23 من يونيو. وتم توقيف مريم تومسون التي ولدت في لبنان وأصبحت مواطنة أمريكية في عام 1993 في فبراير 2020 في قاعدة العمليات الخاصة الأمريكية في أربيل العرى. ويقول المدعون أنها استخدمت تصريحها السري للغاية لتمرير أسماء أصول المخابرات الأمريكية إلى المواطن اللبناني التي كانت لديها علاقة عاطفية به والتي يعتقد أنه سيشارك المعلومات مع الحزب بحسب ما ذكرت العربية. وبعد الغارة الجوية الأمريكية التي أدت إلى وفاة قائد فيلق القدس بالحرس الإيراني قاسم سليماني في ديسمبر 2019، طالب المواطن اللبناني المذكور وغير المدان من مريم تومسون تزويد الحزب بمعلومات حول المخبرين الذين ساعدوا الولايات المتحدة على استهداف سليماني وفقاً للمدعين العامين. وعلى مدى 6 أسابيع والتي سبقت اعتقالها في فبراير 2020 زودت تومسون المواطن اللبناني بهويات 10 على الأقل من المخبرين السريين و20 هدفاً أمريكياً على الأقل وتكتيكات وتقنيات وإجراءات متعددة بحسب وزارة العدل. وقال مساعد المدعي العام جون سي ديمرز في بيان له نشرته وكالة VOA الأمريكية: لقد عرضت مريم تومسون للخطر حياة أفراد الجيش الأمريكي وغيرهم من الأفراد الذين يدعمون الولايات المتحدة في المنطقة عندما نقلت معلومات سرية إلى شخص كانت تعرف أنه مرتبط بالحزب وهي منظمة تهدف إلى استخدام المعلومات للإضرار بالمصالح الأمريكية.